مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي فيها آخر أخبار طلاب الموسم 11 يلي رجعوا ليدعموا زملائهم هايدي، مروان، محمد ونسيم بسباقهم على اللقب. بداية حلقتنا مع صف الرياضة يلي جمع الكل. سنينو سنينو تمام؟ صباح رجع سولي؟ ايه رجعنا، بس اعمل لك فولو على انستغرام بس شوفه. قلت لي فولو امبارح. الحمد لله. شو؟ انا حسيت بفقدك. انت ما اعتراست من وقتها. عن جد ما بعرف كان اخر مرة. لا انه كان في ثلاثة أربعة بالصف انه كلهم ليكي هلا مش كلهم بحبوا سبور، بس في ناس بتشارك اكثر هيك بتحسي موجودين اكثر بحمسوا يعطوا بوزيتيف هيدي اللي بالصف. هلا فليته تركتوني صرت لحالي. طيب معقول باقيين ما نزلوا ما دق جرس؟ لا لا لا، باقي خير، باقي خير يعني، باقي البقية. في فنانين فوق. ليه في؟ اه صحيح. عفوا. رح اطلع عيط لهم بذاتك. وين الباقيين؟ هاي هاي، كيفك مع سنينو؟ ويلكم باك. سافا؟ اشتقت لك كثير. وين الباقيين؟ وينكم؟ نازلين كلهم تحت. بليز بتصرخي لهم معقول؟ لأن الساعة ناطركم تحت جاي يشوفكم. صباح وانت؟ منيحة. شو الأخبار؟ شو مبسوطة بالأكاديمية؟ ايه. ويلكم باك، خي شو حلوين كلكم. بليز عيطيهم خليني ينزلوا يلا. يلا بنبلش. يلا جايز. يلا احلى قعدة. رافائيل بليز كافي معنا. اوكي نجيب بليز طابات. بناخذ التوازن تبعنا، بنجرب نعلق اجرينا. شوفوا رافائيل. ما تشوفوا رافائيل. ايه. انت قصدك ان احنا نعمل كده؟ لا 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 اب اب من هون باليدتين. مش مثل دينا هيك. يلا هي. يلا دينا اف رافائيل ما بيسوى. ما تقيلي رافائيل. يلا يلا طلع على رافائيل. يلا يا قلبي يلا يا عمري. واحد مين هيعمل لحظة شفتي شو عامل؟ أنا صعب تاخذها شخصية. لا شفتي شو عامل؟ أجيبها سيئة. تقيلة والله هيك. يا خراشي دي 9 كيلو. وين 9 كيلو؟ 6 كيلو. ألف فراشة هيك كده خفيفة. أوكي يلا. دو لحظة تشيل البطيخة على راسي. أه ضروري. بدك بعد شي معنا ولا؟ أنا ضعفان أصحاب. وجهي أصفر. وجهي أصفر. أوكي بلانك. شوف لا لا يلا. أوه حلو بحبها. شوفي كيف يلا هيدي قوموا يلا شباب يلا بلانك. بتحبيها شاطر؟ أنا اللي بحبها مش شاطر. بحبها قوي يعني. أنت بقى فاكر من أسبوعين وفاكر إنه شهر لسه. لا حبيبي حلو حلو حلو. يلا توب.
5. يلا ديما. عامل كده؟ ديما بدي اسميكي. معاك وناسي اسمي؟ لا انا بدي اسميكي ديما اصلا. انت هتعمل زي هادي شراره؟ نسي برضه قال لي ديما. بتعرفي ليه ديما؟ ديما. هلا بخبرك بعد شوي مش هحكي. لا بده يحكي معه اسمها ديما. لا بالعكس. بتكرهها؟ بالعكس. بيحبك ليه؟ بتحبها يعني؟ عادي. خلاص اوكي طالما بتحب اهم حاجه بتحبها يعني. عادي. بس انا بتحبني يعني بقى ماليش دعوه. مين قال لك؟ ديما انا عارفه. الفريندز بتاعي من بدري انا عارفه. يعطيكم العافيه. شوفكم بكره. يعطيك العافيه مارسلينو. شو؟ يعطيك انت العافيه. ثانك يو. ثانك يو. بكره بليز تعوا. اخر نهار بكره. تعالوا زوروا. كل سنه مره حرام تنسوني بالمره. بريك ومنتابع مشاهدينا خليكن معنا. منتابع حلقتنا وبذكركم مشاهدينا انه هايدي مروان محمد ونسيم تاهلوا للحلقه النهائيه من ستار اكاديمي. صوتكم وحده مشاهدينا رح يحسم النتيجه، فما تترددوا تصوتوا لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. مديره الاكاديميه كلوديا مارشليان زارت الطلاب لترحب بالطلاب وتعطيهم نصايحها وتوصياتها الاخيره. انت شوي اشتقت لها. مش مبين عليك. انت اكثر بكثير. انت اقل منه. اهلا اهلا. انت عد مطرحه. انا كمان معك. كيفكم؟ اهلا. يا هلا بإيهاب. اهلا. لا والله اشتقنا لكم. كيفكم؟ تمام ماشي. نيجي نسلم. ايه عم اهلك عم اهلك ناطرينك لبكره. نيجي نسلم ولا احنا لا؟ ايه احنا لا ولا نسلم. انت لشو؟ اوكي نزلت. ولا انت كمان لشو؟ الحمد لله على السلامة. طيب اول شيء بدنا نحكي مع اللي ما قدروا اجوا. ثلاثة اللي ما قدروا يكونوا، كل واحد عنده فاتن عنده ظروف خاصة ما قدرت تجي، مرتضى بالأول ما قدر يجي قال لي قال عنده ظروف صحية، بعدين تلفن بالآخر قال فيي اجي، ما عاد فينا نعمل الأوراق لأنه على أمل إنه هالوطن العربي يصير مثل أوروبا مثلا، مش كل ما واحد منكم بده يجي نضل بدنا ثلاث تجميع تنعمل له أوراق وفيستو، يعني هيك يصير واحد يفوت ويظهر لأنه هالشي صار مع محمد ساعد ومع مرتضى وما فينا يعني بدها من قبل معاملات. اول شيء كان موسم انا بالنسبه لي حلو بوجودكم انتم، هو الموسم بيكون حلو اذا الطلاب منيح ولا لا. بوجودكم كان موسم كثير حلو، عن جد بدنا نعتبر انه نحن كنا محظوظين ومحبوبين من وعندنا رضا من ربنا وبجهودكم كمان وعندنا رضا من ربنا انه صار معنا حادثه ضخمه وخلصت على سلامة واللي هي الحمد لله. الحمد لله. الرعب يلي انرعبناه واللي هي كمان عاشته ما كان هين ابدا، بس فيها قوة سهيلة وفيها قوة شخصية وفيها مثابرة بخلي الواحد يطمن عليها انه بهالعمر بعيدة عن اهلها بالغربة يصير معها هالحادث الخطير تتعامل معه بهالقوة الشخصية وبهالتفاؤل رغم كل الصعوبات اللي مرقنا فيها، شغلة أكبر من عمرها كتير أنا بعترف. إذا بتحبوا كل واحد فيكم أو كلكم حطوا براسكم إنه هالبرايم له هدف معين. هدف معين يعني يمكن يكون بعد في مسرح كتير صغير جامع هالقد دول عربية ببعضها لذيذة مع بعضها ناس بتحب بعضها خلافاً لشو عم بيصير على الأرض برا وشو عم بيصير. خلي يكون هدف هالبرايم هو التجمع مش إنه نحن بقى نفترق بآخر البرايم، بالعكس
عرفتوا شو بقصد؟ خلي يكون هيك مثل ما بلشنا خلينا نخلص. مدام كلوديا إذا واحد بده يتجه لدومين مثلا يمسي وين بيروح؟ على السوبر ماركت. ايه فكر احلى ايدي وقف على ستاند عن جد شو وين بيروح؟ إذا هيك بده يمسي وين بيروح على كاستينج؟ هيك هذا السؤال. انا كنت اسألك السؤال. بيجي لعندك لوين عندك؟ بدق لي قلي بدك قرار انا بدي مسح بدي مسح بعمل انا وياك بتصير بمثل فجأة. لا عن جد انا بدي عبالي بفوت بالدومين بس على دراسة يعني. الله يساعدكم ما تكون تركيز كثير عن جد. اذا انا وغيري يعني اذا بده يروح يتجه لهذا الدومين شو بيعمل؟ لانه يصير يعني مش يصير يعني انه يروح بيعمل ابحاث مين عم يشتغل وين الكاستنج بيصير بيتصل بالناس. طب الكاستنج بيصير بس ينطرح مسلسل بيصير في كاستنج على اساس المسلسل؟ هو المفروض هيك. وفي اوقات بيصير كاستنج اذا واحد بيشتغل كثير مسلسلات بيعملوا كاستنج بخلوا فايلات عندهم لناس. طيب خبرونا انتوا الاربعه انتوا الاربعه شو بيك انت اخ واخ مثل ما بعرف شكه ما بعرف قلبك عم يوجعك. هايدي مستعدة لهالمواجهة الحلوة؟ مستعدة جدا قوي. يعني بقالي كذا برايم حاسة ان انا انسانة تانية اصلا وانا على الستيج. من اللي مرق؟ اه. بتعرفي ليه؟ لان ما كان في نومينيشن. لا من حسيتي حالك هيدا اللي مرق هلا، الثلاثة يلي ما كانوا نوميني، حسيتكم عم تغنوا باحتراف لأنه ما كنتوا خايفين منا إنه إذا غلطنا بحطونا إنه ما في لأن. صافي دي آخر مرة نشوفك ولو كنت. تقولي لي كان واقف ونزل بالنازلة. كرم. تقولي لي ما كان نشوفك. شو؟ عم بحاول يحكي. من ورا سميتو. أنا هيك أمين. كيف رح شوفك بالباب؟ يلا ميرسي كتير عكل شي عكل شي عكل شي أكي أكي كمان مرة رح نتوقف مع بريك ومنرجع. منتابع حلقتنا. إذا حابين تعيشوا التجربة مثل طلاب ستار أكاديمي، إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير وبتحبوا تكونوا من طلاب ستار أكاديمي للموسم 12، ادخلوا على موقع البرنامج www.starakarabia.com، قوموا بتعبئة الاستمارة وحملوا فيديو بصوتكم. ما حدا بيعرف يمكن تكونوا أنتوا من طلاب الموسم الجاي. ليزلي عقل زارت الطلاب وقدمت تمارين للجميع. وما ننسى نرحب بالنجم الخليجي الأول علي فيصل والنيو سينجل والهيت الباشا بعنوان الباشا باشا والفنان القدير الفيناليست ستار أكاديمي 11 إن شاء الله اللقب إن شاء الله العندلي العندلي شو كده؟ صف عمرك نسيم رايسي وصل وصل الأشقر الأشقر وصل وصل الأشقر الاكزرسيس اللي رح نعمله اليوم مش عاملينه قبل مرة ولا حدا منكم عامله قبل مرة يعني مش عاملينه بالاكاديمي قبل كمان. ايه انتو كمان يلي هو رح ناخد نفس ونعبي البطن اوكي ونفضي البطن على لما نخلص منعبي
الضلوع والظهر بس وبنفضيهم على الش حرف الشين 1 2 3 نفس من البطن بلا صوت مظبوط انتم معكم حق بلا الاء بالاول اوكي رخيها شوي ما تنفخوا من فوق رخي كتفاتك جالسين بس مش لفوق مش هيك بيجلسوا انيس ليزيبول هايدي ما بتلقي على الاكودوار بس تخلص السه ستوب بعبي الظهر والضلوع بفضي على الشه كتير على البطيء ما لازم يسكروا بسرعه على الضلوع اوكي بس ظهرك بنات تفضلوا كلنا كلنا كم وحده انتم صباح ستة انتو نفس على النوم سبع بنات مش بس ناخد نفس اوكي فاين اول شغله تتذكروا شو الاكزرسيس ما حدا بيلقي ولا على الكانو ولا على الشريط حتى يكون البوستير مزبوطه البوستير جالسه دائما انتوا رح تعملوا زيت الاكزرسيس بعدين سو انت تمرين امره بدال عيوننا اوكي بتضلكم مجلسين اوكي الكتفين بضلهم جالسين الراس مجلس بس ما بيطلع لفوق اوكي حنان فين حنان عم ترتاح النفس من البطن بعدين من الظهر بعدين بفضي انا عم بعمل اكزرسيس بالشاليمون اكزرسيس بالشاليمون مثل العاده الشاليمون بتم من تحت تقرصوا الشاليمون بتزغروها مثل ما عملنا اخر شيء اوكي ايه بس ما بتتعجوا الباي خلوها جلسه وبدكم تلحقوا النوتات رح يكون هيدا الاكزرسيس يعني كلهم ليجاتو يعني موصولين ببعضهم ما بدي نوتات مقطشين ايدي دائما قدام الباي كرمال اعمل كنترول على الهواء الهواء ما بيقطش ما بيسخن ما بيخف اوكي برافو ميرسي يلا يوسف انا رح بلش الاكزرسيس باللي حضر معك باي هون في باي اوكي ارجعوا شوي فوالا تتكونوا هيك اوكي الاكزرسيس رح نعمله عكس الاكزرسيس اللي عملته للبنات يعني للبنات عملنا هيدا اوكي انتوا رح تعملوا هيدا يعني يعني البنات عملنا واطي عالي واطي بقلب التيرسي زي تا هون رح نعمل عالي واطي عالي يعني نسميها رانفيرسي يعني مقلوبة اوكي مقلوبة دي الأقدم عرفتها مقلوبة عرفتها الأكلة في منها بلبنان ياك نعم مقلوبة وبالأردن و اوكي دايما بمسك الشاليمون بإيدي دايما ما بعلي راسي عالي أنا ما تغيرت هي زيتها بعيد زيت الشيء التكنيك بالحياة ما بتتغير كتب هني زيت اوكي والتيوري هي زيتها الباي مقروسة كيفش مقروسة؟ يعني من مزغرة والله ما بقى عم لاقي كلماتي والله ما عم لاقيهم بقى اوكي بس الباي جالسة ودايما بمسكها بإيدي أصلا دو توت فاسون تو دوا لا بانسي فرح تمسكها بإيدك دايما في إيدي قدام الشاليمو ايه باخد نفس شو بعمل بفضي من اول نوت ولا بقعد عليه بتركه منفوخ لا بقعد عليه ايه اوكي يا سيغال سو بلش هون عم بلش فوا دو بواترين بس اوكي مرسي بيعطيكم العافيه طلعت مي بيمول مي بيمول مرسي والله يا اهلا بيطلعوا بيطلعوا وقت نعملهم مظبوط بيطلعوا لو ما رح تغنوا عليهم اجا بيطلعوا اجا كينين عندك انت يا انت وقفت على الفاديز هيدي اللي ظبطتيها هي الفاديز ياك انا كنزلت على الفا رح ادي الفا لحد تبعي انا اول فا ايه بس انا ما بيهمني اليوم انزل على الفا اذا ما عم تنزل مظبوط بيهمني وقت يكون وقت ننزلها مظبوط واوقات في اكزرسيسات اهين من اكزرسيسات بس بده يوصل مطرح لازم كل الاكزرسيسات يكونوا على ذات الرينج بس بده شويه وقت بعد ليصير هو ذاته الرينج على كل الاكزرسيسات عرفت شو قصدي فهمتك اوكي ما يفهمش طيب
فاين. انا بشوفكم الاثنين اخر بريك بحلقه الليله مشاهدينا، وبنرجع نحن وياكم. منتابع يوميات ستار أكاديمي. الطلاب كانوا على موعد مع الزيارة الأخيرة لهادي شرارة يلي أعطى توصياته للطلاب الأربعة، وكان له دردشة مع الكل. كيف شباب؟ نوري اشتقنا لكم حبيبي. انا ما سالت، ما حكيت معك، عم بحكي معهم دغري. نبلش جلاقه على الوصله. شو اخباركم؟ علي ما بيسلم عليكم. اسلم عليكم هيك على السريع تما قعدكم قعدوا. هاي صحتين انيس. حياتي شو اخبارك؟ يا اهلا يا اهلا. هادي شرارة شانتال زنجان. يا اهلا وسهلا بشانتال. شو الأخبار؟ ما بعرفك، أنا ما شفتك. أنا بعد خلص ما سلمت عليكم هيك. كيف قلت لحدا ما بعرفه؟ يوسف ما بعرفه شخصي. علي شو أخبارك؟ حبيبي اشتقت لك، أنت منيح؟ هيدي حياتي. عادية عم بتثبت نوتاتك بالمغنى الشرقي وهيك ثابتين نضاف، بس يعني ما شديتني، ما حركتني، ما حسيت بدي اقول لك شي محل. انا عم تغني حلو، بس ما بقى اذا يعني عربك نضاف وكل شيء، بس ما في هيدا الشجن طبقه، يمكن ما فاتت على قلبي، ما حسيت فيه. لازم تكون اعلى الطبقه. اكيد اعلى، اكيد اعلى. زقف له اول غنيه بس بضربه اخر غنيه. ايه شو زقفتوا له؟ شو الفينال هيدا؟ شو هالفينال؟ عالي كثير كان. شو هان عالي؟ عالي اخي، منا عالي معلي نص تون على شو بدي. شو منيحه الطبقه عليك؟ هي الطبقه منيحه ولو نوت وحده عالي فوق وقعت يعني. انت اكيد بتوصل فينال اذا بهيك نوت وحده هيك بغنيه توقع بالفينال. بس سؤال مالي، عم بحكي صحيح هلا؟ عم بحكي مش عم بمزح. عيب نوت وحده خي عالي وبقي كله تعبت معك، بس بالكوبليه تعبتني. طريقه نفسك غلط، تعبتني كثير ورا بعض الحكي، ما عم تعرف تاخذ نفس محل لازم تاخذ نفس في نفس فيه. نسيم يعني جماليه صوتك تشفع فيك، ادائك حلو باول غنيه، باخر غنيه يعني بتوحد كعمل شيء كثير حلو فجاه كبه بالبحر. القفله نزعت كل شيء، وانا بالقفله اللي بتاثر فيه. زقفوا لك اصحابك لانه بحبوك، انا بالنسبه لي ما بزقف لك. اشياء على المسرح ونيوانس بتقتل تبعي، كيف تقلبي صوتك محلات الصح، مشكلتك ايقاع، راكدي على العربه، راكدي تروحي تغني العربه كانه بدي العربه هلا تجي، لا بدك انت تروقي شوي عليها بس لتثبتيها خاصه بالكوبلي. قفلاتك حلوين كثير، الشرقي المقام فظيع، ما في شيء يذكر يعني. بنبسط، بحب اطلع معك، بحب
بيطلع معي حق. انا بحبك، بحب شكلك على المسرح بيقتل، شكلك كيف عم بتغني، قد ايه فايتي بتغني، قد ايه عم بتحسي. قلت لك مشكله وحيده هو ايقاعك بس، خايفه رايحه على العربه وبرعب بس تركدي، عم تركدي بس عشتي حالي حلوه، عايشتيني يا حلوه. برافو برافو. دومي فينال، هيدا الكارد فينال، هيدا نوع المغنى الثقيل الحلو وبإضافات مهضومة منك أنت إلى علاقة بشخصيتك. هذا اللي عم نقوله، أنه حلو واحد يحط نفسه بالغنية كمان بدون جلاقة، بدون ما يجلقها كثير على صاحب الغنية. زقفوا لمحمد مني. محمد عمل انجاز، يعني تغني بعد صابر رباعي. صابر من الاشخاص اللي بيحفروا غنيه حفر وبيسقط العربه بمحله ومزوق وكامل يعني كل الذوق. بس وقفتك اول شيء غلط، وقفتك لاكي لوك، ذكر لاكي لوك بالزمان هذا ركب حصان بتعرفي هاي الوقفه هيدي عطوا اركي هيك، هيدي شو الوقفه فيها؟ الحدا بيك ما بعرفش غني على ستاند بصراحه. لو خرب بدك ستاند يا اخي جلس اجريك يا اخي انت رجال. طيب واحد سيل الوقفه، لانه الوقفه هي اساسيه خاصه غنيه رومانسيه، بدها قال له بدها واحد بيعرف يوقف، بدها اتيتود. ثاني غلطه نيوانس، نيوانساتك كل الوقت غلط. مثلا عم بتقول انت اتحدى بيك كل الوشر ليه؟ ليه كريشاندو دي كريشاندو غلط؟ يعني على طول بدك تقول بتحدى بيك كل الباش مثلا، بدك تهيئ لها للكريشاندو، مش انت بتطلع دغري وبتنزل دغري. نيوانساتك غلي وقت غلط كانت، فخاصه بالكوبليه عملت عرب كثير حلوين انه علاقه فيك. برافو، هيدي شغله بدي اهنيك عليها، بين انك درسهم منيح ومش سائلين، تزيد عصاب رباعي بدون سقاله معناتها انك فنان. فانا بس بدي اقول لك عطيتك المنيح والعاطي بالبرفورمنس تبعك، بس كان بدي اياك اكثر، مبين انك حسستها الغنيه واشتغلت على وجهك تقريبا لنص الغنيه، بعدين نسيت حالك. It was a good season، انبسطت شفتكم، بتمنى لكم توفيق والواصل على الفينال ورح يربح، بتمنى له الخير. طيب يا جماعه شارارا 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 تكير موفق بحياتك راح هيك موفق من الوش حس نظر حس حبيبي وسيم جود لوك حبيبي ان شاء الله مزبوط ان شاء الله مروان شو هاد فيلينجز اي لاف يو علي حبيبي جود لوك بحياتك ما بعرف بتمنى شو بتسمع بكره شو اكيد خذ رقم انت حياتي انت جود لوك ثانك يو سو ماتش غير مهني بس مغني لا شو بعمل طيب. حبيبتي انت اذا انت ما اعطيتي رايك فيي بدي اعرف انت مجروحه مني بس انا بحبك شو محمد شو حنان شو حنان هيدي حياتي شو حنان هيدي حياتي بس على كل كلمه وهيك وتهالي هذا كل حالك يلا اهتموا اهتموا ببعضكم شو ورا بعد فيني استرناك استشرناك بشيء اكيد وقت اللي بدك له على الصفر 4 خلينا احنا 905 اوكي هيدي تكير حبيبي يلا جود لك حلقتنا لليلة انتهت، ما تنسوا تصوتوا وتدعموا هايدي مروان محمد ونسيم. أنا بلاقيكم بكرة مشاهدينا بحلقة جديدة مع آخر أخبار الطلاب، كونوا على الموعد، باي باي. Woo!
Thank you.